بدأ صرف مقررات التموين لشهر ديسمبر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، ويتم طرح أكثر من 30 صنفاً للسلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين، إلى جانب منتجات اللحوم والدواجن بمختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية على أن يتم طرحها بتخفيضات تصل إلى 25%. التموينية بيبدأ من يوم 25، بتبدأ البقالين جميع البقالين التموينية. احنا عندنا اكتر من 40,000 منفذ بيع سلع تموينية على مستوى الجمهورية، بيستعد من يوم 25 بصرف المقررات التموينية استعدادا للشهر الجديد. كل بقال تمويني بياخد الكمية بتاعته تبقى جاهزة في منفذ البيع على استعداد تام، يبقى لأول يوم في الشهر الساعة 9 الصبح بتبدأ صرف المواطنين المقررات التموينية، كل مواطن حسب احتياجاته. السلع اللي بيتم طرحها الآن في البطاقة التموينية سلعة السكر وسلعة الزيت وجميع السلع الغذائية الأخرى المتوفرة. طبعا عندنا السكر الكيلو ب 12 جنيه 60 قرش على البطاقة التموينية، بحد أقصى 6 كيلو للبطاقة كل فرد كيلو. بالنسبة للزيت 800 ملي ب 30 جنيه بحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة. المواطن طبعا بيقدم للبقالة التموينية البطاقة بتاعته، بيصرف السلع على حسب المبلغ الموجود في البطاقة. احنا لنا استعراضات التأمين بتاعنا بناخده يوم 25، قيمة التأمين بتاعنا بتبقى موجودة من يوم 25 في الشهر، بتبقى موجودة داخل المحل. بنبتدي الشهر الجديد من يوم 1، طبعا بنجهز السلع التموينية وبنسلم برضو السلع الحرة اللي هي فرق العيش، بنسلمها طبعا بأشكالها المتنوعة حسب رغبة الزبون. يعني ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الحالي بنسبة 8.5% لتبلغ 3.5 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن صادرات شهر أكتوبر الماضي حققت نموا بنسبة 22%، حيث بلغت 396 مليون دولار مقارنة ب 324 مليون دولار في أكتوبر من عام 2022. وذكر تقرير المجلس أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها أول أشهر من العام الحالي هي الكابلات، الأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط عقب أسبوع تداول متقلب، حيث تراقب السوق بقلق أحدث جولة من تخفيضات إنتاج أوبك بلس فضلا عن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي. وهبطت العقود الأجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.45 بالمئة لتبلغ 78 دولارا و68 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 إلى 74 دولارا و7 من المئة سنت. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.6 من المئة بالمئة لتصل إلى $2.66 سنتا للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 43% لتسجل $2.81 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الإمارات التوصل لاتفاقية تجارية مع كولومبيا، وصفتها بأنها أول اتفاق ثنائي من نوعه بين منطقة الخليج وأمريكا الجنوبية. وأكدت الإمارات أن الاتفاقية تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو الاقتصادي المتبادل، كما تؤسس منصة واعدة لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.